أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو تفسير قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ هو المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، يعني كل الناس المسلمون والكفار والأتقياء والفجار والأولون والآخرون كلهم يمرون على الصراط، وهو جسر فوق جهنم تجري بهم أعمالهم، فمنهم من يمر سريعا، ومنهم من يمر بطيئا، ومنهم من يمر متوسطا، ومنهم من يسقط في جهنم والعياذ بالله، منهم من يزحف زحفا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من هو كالفرس الجواد، ومنهم من يكون كركاب الإبل، ومنهم من يكون كالبرق الخاطف. الناس يختلفون بحسب أعمالهم، ولا بد لكل الخليقة أن تمر على الصراط، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم.